أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. تزامنا مع زيارة كوريلا المنطقة الشرقية، مخيم الهول يشهد مغادرة عدد من قاطنيه الأجانب من عوائل تنظيم داعش. الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري تحذر من الوضع في سوريا في ظل الحصار الأمريكي والهجمات الإرهابية الإسرائيلية. وأسواق دكاكين حلب في حي الشعار تتحول إلى مركز إيواء للمتضررين، يتم فيه تقديم المساعدات والدعم النفسي. أهلا بكم من جديد. لا يزال ملف تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة يأخذ حيزه الكبير من الاهتمام الإعلامي والسياسي، ولا سيما بعد التسريبات التركية الرسمية المتتالية حول موعد انعقاد الاجتماع الرباعي في موسكو، رغم عدم صدور أي تصريح رسمي سوري يؤكد صحة كل تلك التسريبات. وحتى صباح الثلاثاء حافظت دمشق على صمتها الرسمي إزاء الإعلان عن موعد محدد لعقد الاجتماع الرباعي، فيما قالت صحيفة الوطن المحلية إن المداولات لا تزال قائمة ومستمرة وجدية للوصول إلى عقد الاجتماع الذي قد يتقرر موعده في أي لحظة في حال وصلت تلك المداولات إلى نتائج إيجابية وحصلت دمشق على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم للمجموعات الإرهابية. صباح الثلاثاء كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية المقرر عقده لاحقا في موسكو لا تزال قيد البحث. وقال سوسان في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في الاجتماع الرباعي في موسكو: نبحث في الموضوع. وكانت قناة تي آر تي التركية قد أفادت بأن وفودا من وزارات خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 من آذار مارس في العاصمة الروسية موسكو، وسيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكشبار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعلي أصغر خاجي مستشاري الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان. نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن العاصمة الروسية موسكو ستستضيف يومي 15 و16 من آذار الجاري اجتماعا حول سوريا بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا، الأمر الذي لم تؤكده العواصم الثلاث الأخرى. هذا وكان بحث وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والروسي سيرجي لافروف هاتفيا عددا من القضايا المشتركة، وحضر الاجتماع الرباعي كأحد العناوين الرئيسة في المباحثات. وقالت الخارجية الإيرانية إن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن عقد اجتماع رباعي يضم إيران وروسيا وتركيا وسوريا لحل المشاكل بين دمشق وأنقرة. تتحضر العاصمة الروسية لزيارة الرئيس بشار الأسد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، وفق ما كشفت عنه تصريحات المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف. بيسكوف أشار في إفادة صحفية له بأنه سوف يكشف عن تفاصيل زيارة الرئيس الأسد عندما يكون هناك تفاهم بشأن الزيارة. وقال ردا على سؤال حول توقيت الزيارة: سنبلغكم في الوقت المناسب. ويوم الثلاثاء الماضي نقلت صحيفة فيدو موستي عن مصدر دبلوماسي مقرب من إدارة الرئيس بوتين أن الرئيس الأسد سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية منتصف آذار الجاري. وأشارت الصحيفة إلى أنه لن يغيب عن جدول المباحثات موضوع دعم موسكو لدمشق في مجال تقديم المساعدات للتغلب على آثار الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في سوريا في السادس من الشهر الماضي، إضافة إلى بحث الدعم الروسي لسوريا في موضوع المشتقات النفطية.
وفي القاهرة دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري جميع الأطراف إلى تقديم المساعدة لسوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي تعرضت له في السادس من الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان إن شكري قدم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيترسون خلال لقائهما في القاهرة إحاطة حول الدعم الذي قدمته مصر لسوريا لمواجهة تبعات الزلزال، وحول زيارته إلى دمشق للوقوف إلى جانب سوريا في تلك الأزمة، مشددا على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات. وأكد شكري أهمية أحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة بأسرع وقت والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية وإنهاء كل أشكال الإرهاب والتدخل الأجنبي بشؤونها ووضع حد لمعاناة الشعب السوري. نقلت حوامات عسكرية تابعة للاحتلال الأمريكي مجموعة من مسلحي داعش من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة باتجاه قاعدتها في الشداد جنوب المدينة، تمهيدا لنقلهم إلى محيط قاعدة الاحتلال في التنف، وذلك في إطار مخططات الاحتلال لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه في ضرب الاستقرار. نسف تنظيم جبهة النصر الإرهابي الهدوء الذي ساد قطاع سهل الغاب من منطقة خفض تصعيد شمال غربي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية باعتدائه على نقاط للجيش العربي السوري الذي رد باستهداف مواقعه. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش استهدفت بالمدفعية والصواريخ مواقع للإرهابيين في السرمانية وخربة الناقوس في سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين دكت وحدات أخرى بالمدفعية الثقيلة تحركات مؤللة ونقاط تمركز للإرهابيين بمحيط كفر عويد والبارة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي وفي محيط الشيخ سنديان بالريف الغربي. من جانب آخر، سيرت القوات الروسية دورية مشتركة مع الاحتلال التركي في ريف مدينة عين العرب الغربي وحملت الرقم 30 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا. وشرقا، ذكر مصدر عسكري أن الجيش خاض اشتباكات مع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في قطاعات من بادية دير الزور، مؤكدا أن الجيش كبد الدواعش خسائر فادحة بالأفراد والعتاد في منطقتي جبل البشري وكباجب خلال عملياته بتمشيط قطاعات البادية منهم، لافتا إلى أن عمليات التمشيط متواصلة لتطهيرها منهم. تحدثت مصادر أهلية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل بين مسلحين من أبناء عشيرة البوسرايا ومسلحين يعتقد أنهم يتبعون لتنظيم داعش في جبل البشري. كما تحدثت المصادر عن استهداف مسلحين يستقلون دراجات نارية بالرصاص المباشر حراس قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في حقل العمر النفطي من اتجاه منطقة حاوي الحوايج بريف دير الزور الشرقي. وكانت أقرت قوات الاحتلال الأمريكي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدتها العسكرية في القرية الخضراء في حقل العمر النفطي بريف دير الزور. وزعمت القيادة الوسطى لقوات الاحتلال الأمريكي في بيان أن الهجوم الذي تم بصاروخين لم يسفر عن إصابات أو أضرار، رغم إقرارها أن هذه الهجمات تعرض قواتها في المنطقة للخطر. تحدثت أنباء عن تواترات تسيد في قاعدة الاحتلال غير الشرعية بمنطقة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي بسبب خلافات في صفوف إرهابي ضمن ميليشيا ما يسمى جيش سوريا الحرة في تلك المنطقة المحتلة. وكالة سانا نقلت عن مصادر خاصة في الحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكية قامت بنقل مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي من جنسية أجنبية حصرا من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيات قسد عبر معبر سيمالكا غير الشرعي مع كردستان العراق إلى أماكن قريبة من قواعدها داخل العراق. وأشارت المصادر إلى أن عمليات نقل هؤلاء الإرهابيين جاءت بعد ساعات من زيارة وفد للاحتلال مؤلف من دبلوماسيين وخبراء عسكريين إلى المنطقة وبعد سلسلة اجتماعات بين أعضاء الوفد ومسؤولين من قسد. هذا ويشهد مخيم الهول خروج عدد من قاطنيه الأجانب من عوائل تنظيم داعش تزامنا مع زيارة غير شرعية ومشبوهة لقائد القيادة المركزية الأمريكية إلى المخيمات والسجون، تعطي مؤشرا على عدم وجود نوايا أمريكية بالانسحاب من شمال وشرق سوريا. 49 طفلا يتيما روسيا وخمسة سودانيين هم امرأتان وثلاثة أطفال خارج مخيم الهول
بعد توجه وفدين من كل من روسيا والسودان إلى محافظة الحسكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية السورية لإجلاء رعاياهم المتواجدين في المخيمات التي تحوي على عائلات تنظيم داعش. ورغم خروج أعداد لا بأس بها من هذه المخيمات منذ العام 2019 وحتى الآن، إلا أنها ما زالت لا تشكل إلا نسبة ضئيلة قياسا بأعداد الأجانب المتواجدين بالمخيمات، بمن فيهم العراقيون الذين لم يتم إجلاء إلا أعداد محدودة لا تشكل ربع أعداد المتواجدين في مخيم الهول منذ العام 2014. وفي خرق للقوانين الدولية، زار قائد القوات المركزية مايكل غوريلا مخيم الهول وسجون غويران والثانوية الصناعية لتلي زيارته عمليات إجلاء عناصر من الجنسيات الأجنبية، ما يجعل هذه الزيارة المشبوهة استكمالا للدور الأمريكي في استخدام التنظيمات الإرهابية كأدوات بهدف منع إنهاء الحرب في سوريا سواء سياسيا أو عسكريا. الزيارات الأمريكية غير الشرعية تتوالى في الحسكة بعد زيارة رئيس أركان الجيش الأمريكي، وتلتها زيارة مايكل غوريلا بهدف إثبات عدم وجود نوايا للاحتلال الأمريكي بالانسحاب من سوريا ومحاولة عرقلة أي تقارب سوري تركي بجهود روسية إيرانية مشتركة من شأنه إذا حصل أن يسرع من الحل السياسي وبدء مرحلة التعافي في البلاد. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. أطلقت الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سوريا حملة لجمع المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا. وطلبت الحملة في بيان من أعضائها ومؤسساتها جمع معونات ومساعدات لتأمين عدد من الاحتياجات الضرورية لتقديمها إلى المتضررين في المناطق التي تعرضت للزلزال، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات تشمل الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات المدرسية وغيرها من المساعدات. كما دعت الحملة الأطباء والمختصين النفسيين إلى المشاركة في حملتها عبر التوجيه إلى سوريا لتقديم الدعم النفسي، وخاصة للنساء والأطفال الذين مروا بأوضاع صعبة جراء الزلزال. زمان في سوريا هي رح تظهر حقيقة السوري، مثل ما أظهر حقيقة العرب اللي بيحكوه، أظهر حقيقة المواطن السوري اللي هو بلده ما بيتخلى عليه. حذرت الحملة الشعبية المغربية لدعم الشعب السوري من الوضع الإنساني المتدهور في سوريا التي تتوالى عليه النكبات في ظل الحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والهجمات الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني. أسواق دكاكيني حلب في حي الشعار بظهر تعواد التابعة لغرفة تجارة حلب تحولت إلى مركز إيواء للمتضررين جراء الزلزال يتم فيه تقديم المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي للعائلات وأنشطة وفعاليات مختلفة. مبادرات كثيرة تقوم بها غرفة تجارة حلب لمحاولة احتواء الأهالي المتضررين جراء الزلزال. نحن الآن في حي الشعار وتحديدا في ظهرة عواد أمام مشروع دكاكين حلب، هذا المشروع الذي كان من المعتزم أن يكون مشروعا ومولا كبيرا ومركزا تسوق للأهالي في هذا
حوله، ولكن بسبب الظروف الصعبة التي مرت فيها مدينة حلب وتحديدا منذ أن ضرب زلزال هذه المدينة، تحول هذا المول أو هذا المركز إلى مركز إيواء بدلا من أن يكون مركز للتسوق. طبعا غرفة تجارة حلب تعمل على مدار الساعة في العديد من المبادرات من أجل محاولة احتواء الأهالي وتقديم لهم ما يلزم. معنا من غرفة تجارة حلب سيد سمير كوسان، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وأيضا مسؤول عن لجنة الأسواق. يعطيك العافية سمير. أهلا وسهلا. أهلا ست كنانة. هذا المركز كان من المفترض، نحن يعني صنعنا تقارير كثيرة عن هذا المركز كمركز التسوق، مول كبير حديث في هذه المنطقة، ولكن الظروف أدت إلى تحويله إلى مركز إيواء. مبادرات كثيرة قامت بها غرفة التجارة، تحدث بداية عن المبادرة. بداية أهلا وسهلا فيكم بغرفة تجارة حلب. أنتم بتعرفوا المصاب اللي صار بتاريخ 6/2/2023، طبعا هذا الزلزال المدمر اللي أدى لتضرر كثير من عائلاتنا الحلبية وأخواننا اللي هم ساكنين هاي المنطقة. إحدى الأنشطة اللي قامت فيها الغرفة وبمبادرة فورية بالتنسيق مع محافظة حلب ومع الأمانة السورية للتنمية، تم فتح هذا المركز وتحويل صفته مباشرة. كان عم يجهز لسوق دكاكين حلب لحتى يخدم شريحة كتير كبيرة من المنتجين، ونحن بتعرف توجهات الغرفة بهي المرحلة هي كلها دعم المنتجين ودعم التجارة ما بين المنتج والمستهلك بشكل مباشر. فللضرورة القصوى قامت غرفة التجارة بشكل مؤقت لتحويل صفة السوق لمركز لاستضافة أهالينا المتضررين. طبعا يعني كل ما تم تقديمه هذا واجب على غرفة التجارة تجاه أهالينا المتضررين، ولكن نحن هلأ رايحين باتجاه تاني بعد هاي المرحلة وبعد مرحلة الإغاثة، رايحين مرة تانية باتجاه تفعيل الأسواق وتفعيل خدمة المواطنين المتضررين من خلال إيجاد أسواق لهم لتبيعهم سلع بأسعار معقولة ورحمانية. طبعا كل الشكر لتجارنا المتعاونين معنا، وكل الشكر لكل فريق الإغاثة اللي خاص بغرفة تجارة حلب وفريق الإغاثة الأكبر اللي هو بمحافظة حلب، يعني سواء سيد المحافظ ما قصر رئيس لجنة الإغاثة الفرعية، وسواء فريق الإغاثة اللي بيرأسه بالغرفة عامر حمويل، أستاذ عامر حمويل رئيس الغرفة ما قصر. ولكن نحن هلا بصدد فعلا داخلين على شهر رمضان شهر الخير، تقديم خدمات للأهالي بحيث انه نأمن كل المستلزمات المطلوبة للمتضررين ولغير المتضررين. يعني نحن اليوم شعب حلب بعد 12 سنة حرب، اكيد انتم بتعرفوا مر علينا يعني ظروف اقتصادية صعبة، والضغوط اللي كانت موجودة واللي ما زالت موجودة على الحصار الاقتصادي هذا أدى لتراجع كثير يعني بقيمة يعني القيمة الشرائية للليرة. فبالتالي نحن من واجبنا نقدر نقدم خدمة للمواطن بحيث يحصل على أي سلعة مطلوبة بسعر كثير مناسب. فالأسواق المستهدفة بالنسبة لغرفة تجارة حلب هلأ بهالمرحلة هي تقدم الخدمة من المنتج للمستهلك بأسعار رخيصة ومدعومة من قبل الغرفة ومن قبل الناس اللي عم تدعم هذا الصندوق. طبعا راح أتوجه بكل الشكر لكل الأخوة التجار والصناعيين اللي بادروا ووقفوا مع الغرفة بهي المرحلة لنخدم أهالينا المتضررين بمحافظة حلب، وأهلا وسهلا فيكم. إذن هي مبادرات كثيرة تقوم بها غرفة تجارة حلب، هناك مشاريع إسعافية قصيرة المدى وبعيدة المدى ما زالت تعمل عليها، والهدف هو في النهاية تقديم المساعدة والدعم لأهالينا المتضررين سواء كانوا جراء الحرب أو جراء هذا الزلزال الذي ضرب محافظة حلب. كنت معكم أنا كنانة علوش من حي الشعار بدارة عواد بدكاكين حلب. أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان تسيير قافلة مساعدة جديدة إلى سوريا بما يخفف عن المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب. ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عميد الإعلام في الحزب معن حمية قوله إن تدفق المساعدات يجب أن يستمر لتذكير العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه المتضررين من الزلزال في ظل إجراءات الحصار القسرية المفروضة على سوريا. القافلة تضم 7 شاحنات وعددا من السيارات بحمولة 20 طنا من المساعدات.
الحقيقة هيدي مبادرة واستجابة طارئة للمتضررين من الزلزال يلي ضرب مدينة حلب، ونحن اليوم بالأسبوع الثالث منشوف أنه الناس بحاجة ماسة لأمور معنوية وبنفس الوقت مادية. الحزب يذكر دائما بأن يجب على العالم أن يستذكر بأن هذه المصيبة مصيبة إنسانية، يجب أن نكسر قواعد قيصر، ويجب أن نكسر الحصار الأمريكي على سوريا، لأن هي واجب إنساني تجاه الشعب السوري الذي قدم للعالم الكثير في ظل محنته اليوم. نحن من أول يوم الزلزال كنا من ضمن مشروع المركزي عم نساعد بالتوضيب وإرسال القافلات لحلب والمناطق المنكوبة. هذه القافلة السابعة نحن اللي منطلعها كحزب سوري قومي اجتماعي. تواصل حملة جسور الخير الإماراتية توضيب سلل غذائية للمتضررين جراء الزلزال في محافظة اللاذقية بالتعاون بين الهلال الأحمر الإماراتي وغرفة العمليات الإغاثية في المحافظة من خلال الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري. انطلاق مبادرة جسور الخير الإماراتية بالتعاون مع غرفة العمليات الإغاثية في محافظة اللاذقية بوجود الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر الإماراتي. هذه المبادرة الجديدة من ضمن المبادرات الممتازة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه سوريا وبالذات للمتضررين نتيجة الزلزال الضخم اللي ضرب سوريا مؤخرا. أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما تقدمه للشعب السوري المتضرر. بشكر كل الموجودين معنا اللي عم يشاركوا معنا بهذه الحملة. هي حملة ممتازة تأتي قبل حلول شهر رمضان المبارك. سلة غذائية تحوي على مواد مختلفة تكفي أسرة كاملة لمدة شهر كامل. الكارثة اللي صارت هي كارثة كبيرة، وبالتالي الكل بحاجة إنه يتقدم له هذا الدعم، سواء متضرر ويمكن ببعض الحالات المجتمع المضيف اللي هو عم يستقبل الأخوة المتضررين بمنازله وعم يستضيفهم وعم يكون يعني مساعد لهم بتأمين مكان للسكن. فضمن غرفة العمليات عم ينحط خطط توزيع، وبناء عليه عم نتحرك بكل الشركاء موجودين بغرفة العمليات. احنا كمديرية شؤون اجتماعية وعمل، نحن دورنا بالشراكة مع المنظمات الغير الحكومية والمجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية. دائما نحن كنا ندخل بقوة عن طريق كوادرنا بالجمعيات الخيرية بإدارة مراكز إيواء، بتقديم المساعدات العينية، بدراسة بيانات بالتعاون مع غرفة العمليات الموجودة بالمحافظة. كان وجودها له أثر كبير بالمناطق بكافة النواحي. طرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة. وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا، وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية، محذرة من تشكل السيول في تلك المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة مع هبات شديدة أحيانا تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتثير الغبار في المناطق الداخلية، بينما تكون جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموجة. يسعى مجلس مدينة جرمان في ريف دمشق لتنظيم مناطق العشوائيات وقمع أي مخالفات للأبنية الجديدة غير المرخصة وفق القوانين والأنظمة الضابطة حسب ما صدر عنه. بهدف الحفاظ على المخطط التنظيمي لمدينة جرمان في ريف دمشق وعدم تشويهه بتعديات الأبنية العشوائية التي تعد من أبرز المشاكل الخدمية التي يسعى المجلس لحلها وقمع أي مخالفة بنائية جديدة بالهدم مباشرة، مع تنظيم الضبوط اللازمة والحازمة بحق أصحاب المخالفات للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت وتوسعت خلال 10 سنوات الماضية. أي مخالفة على الإطلاق أو أي شكوى بتجينا نقمعها فورا بوحدة، وبتمنى من الأخوة المواطنين كلياتهم
وعم بحكي أنا وحكيتها أكثر مرة، يمكن الكل بيعرف رأينا بهذا الكلام، إنه يخبرونا عن أي مخالفة من بدايتها مشان ما يصير في خسارة لا على اللي عم يخالف أو يصير مشكلة مع البلدية، وبالنهاية يعني الخاسر الوحيد هو المخالف. بتمنى هذا الكلام هيك. اثنين، يعني توجيهات السيد المحافظ كانت واضحة وصريحة باجتماعاته لكل مجالس المدن والبلدان، إنه المخالفات خط أحمر يمنع منعا باتا المخالفات. بتوجيهات السيد المحافظ وتعليماته عم نقوم بالقمع بصورة كاملة وشاملة، وما عم نسمح لأي مخالفة تنشاد بهالمرحلة، وخصوصا يعني بعد ما اجى الزلزال وصار في عنا هالمشاكل بالبناء اللي وضحت عنا بعض التصدعات وبعض التشققات. ولكن بنقول نحن من خلال لجان السلامة الإنشائية كمان مشان نطمن الأخوة المواطنين إنه الأبنية عنا بجرمانة جيدة وما في عنا خطورة الحمد لله، والله يبعد عنا الكوارث والزلازل. ونشكر زيارتكم الجميلة لهون. مئات المنشآت والأبنية المخالفة العشوائية يسعى مجلس مدينة جرمانة لمعالجتها بدعم من محافظة ريف دمشق ومنع أي تجاوزات أو تعديات، ولاسيما على الأراضي الزراعية، بهدف تطبيق المخطط التنظيمي لكامل المدينة وتخديمها بمشاريع خدمية وتنموية. ورشات إعادة الإعمار تواصل إعادة تأهيل مبنى الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%. بعد عدة دراسات قامت بها مديرية الخدمات الفنية بدير الزور، انطلق العمل بإعادة تأهيل وترميم مبنى الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة عقدية بلغت 166 مليون ليرة سورية لمدة 120 يوماً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة إلى 85%. تمت المباشرة بهذا العمل بتاريخ 14/11/2022، والآن قارب على الانتهاء، يمكن خلال 15 يوم يتم الانتهاء من إعادة تأهيل جزء من هذه المديرية ألا وهو الطابق الأرضي. أعمال التأهيل تتضمن تركيب الأبواب والنوافذ وتجهيز الكهرباء، إضافة إلى إكساء الطابق الأول بشكل كامل كمرحلة أولى. الدراسة تمت عن طريق مديرية الخدمات الفنية، والآن العمل جاري من أجل إنجاز المرحلة الأولى. نسبة إنجاز تقريبا شيء 80 أو 85%. مدة العقد 120 يوم، إن شاء الله إحنا خلال فترة قصيرة يتم تنفيذ المرحلة الأولى، ولاحقا تستكمل المرحلة الثانية والثالثة ليصبح المبنى جاهز للاستثمار. تم إنجاز تقريبا ما يقارب 85 إلى 90% من الأعمال العقدية، ويحتاج لبعض البنود الغير واردة بالعقد والواردة بالعقد بتكليفنا من السيد الوزير أو السيد محافظ دير الزور إذا كان في تمويل لإكمال الطابق الأرضي. جهود كبيرة تبذلها الجهات الحكومية كافة في المحافظة لإعادة تأهيل المباني الخدمية وإعادتها إلى الخدمة مجدداً. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.